وهي البيعة للمرشد، وهذه مخالفة شرعية. البيعة لا تكون إلا لولي الأمر، وكل من يدخل الإخوان المسلمين أو يكون منضما إليها وناشطا وفاعلا هو أن يكون مبايعا للمرشد، وهذه مخالفة شرعية أنا لا أرتضيها. هذا في التهمة الانضمام إلى جماعة محظورة. الثاني، الشق الثاني، أنهم يقولون أنني استعملت الهاتف المحمول في إنشاء صفحة تحريضية تحرض على أعمال أو تروج لأعمال الجماعة المذكورة. وأن في هذه التهم بثلاث أجزاء. الجزء الأول أن يقول المتحري أن هذا الهاتف عليه الصفحة المذكورة، وأنا أتحدى تحريات الأمن الوطني وأتحدى النيابة التي لم تفتح الموبايل أصلا أن تثبت أن على هذا الهاتف هذه الصفحة، وأطالب عدالة المحكمة بفض هذه الأحراس للإطلاع على هذا. الثاني يقول أن هذا رقم الموبايل الموجود على الهاتف تم إنشاء به الصفحة، وأنا أتحدى مرة ثانية هذا رقم الهاتف أنشأ به حسابي على الفيسبوك باسم إسلام عبد الحكيم، وهذا الحساب لا يوجد به أي صفحة من المذكورة، وأطالب بإنشاء لجنة فنية للتأكيد في صحة كلامي. الثالثة، الفيديوهات التي وردت في الموبايل، هذه الفيديوهات لست أمتلكها وليست في حيازتي، إنما هذه الفيديوهات أنا اطلعت عليها على اليوتيوب، والاطلاع على المواد المنشورة على اليوتيوب ليس جريمة معاقب عليها القانون، إنما نشر المواد المخالفة في القنوات اليوتيوب هي التي يخالف عليها القانون. فلو نزلت فيلما مثلا وقمت بنشره بدون أن أخذ إذن من المنتج فلقد ارتكبت عقوبة، أو إذا نزلت فيديو يدعو إلى العنف وقمت بنشره هذه عقوبة، وإذا شاهدت مقطع إباحي فهذه جريمة أخلاقية وشرعية، لكني إذا لم أتم نشر هذا المقطع الإباحي فهذه ليست عقوبة. الأفكار يعني القنوات، في كل القنوات أنا أشاهد كل القنوات، هل يعاقبني القانون أنني أشاهد قناة كذا وأشاهد قناة كذا؟ لا طبعا، اليوتيوب هكذا هو محطة فضائية على الإنترنت.